بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس نكمل ما كنا قد بدأناه من حديث عن الأخطاء المعنوية الشائعة، وهذا الخطأ الجديد هو الخلط بين العلا وبين العلا بالألف المقصورة. لاحظ أن الفرق هنا هو العلا بالألف القائمة الممدودة والعلا بالألف المقصورة. الحقيقة أن العلا بالألف القائمة من حيث المعنى تعني الرفعة والشرف، لذلك ومن طلب العلا سهر الليالي، أي من طلب الرفعة والشرف. أما العلا بالألف المقصورة كما ترى هنا فهي جمع العليا، جمع العليا، كما في قول الله تعالى فأولئك لهم الدرجات العلا، لذلك قال درجة عليا، ثم إذا جمعت على درجات قلنا الدرجات العلا، والدرجة العليا هي ضد السفلى، لذلك قال الله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وفي الحديث الشريف اليد العليا خير من اليد السفلى. إذن أصبح العلا بالألف القائمة هو كلمة مصدر من المصادر يعني الرفعة والشرف، في حين أن العلا بالألف المقصورة المراد بها العالية وهي جمع عليا، لذلك لا يجوز أن يخلط، فلا يقال الأيدي العلا لأن هذا يعني الأيدي الشرف وهذا معنى خاطئ، ويجب أن يقال الأيدي العلا بهذا الشكل. وقد شرحنا هذا الفرق هنا من جهته المعنوية لا من جهته اللفظية الكتابية. يجب أن نعلم أن العلا بمعنى الرفعة والشرف وتكتب بالألف القائمة، وأن العلا جمع عليا تكتب بالألف المقصورة، ولا يجوز أن نخلط في المعنى بين هذا وذاك. عندنا الخطأ الجديد هو عدم التفريق بين جدة بكسر الجيم وجدة بفتح الجيم وجدة بضم الجيم. والحقيقة أن الجدة تعني الشيء الجديد، تعني التجدد، في حين أن الجدة هي أم الأب أو أم الأم، في حين أن جدة هي المدينة المعروفة، لذلك حين تقول ذهبت مع أصدقائي إلى جدة أو جدة بكسر الجيم أو فتحها، فالحقيقة أن الاسم العربي الصحيح، وإن كان هناك من يقول إن مدينة جدة تنطق جدة وجدة وجدة، واشتهر على ألسنة الناس وأنا منهم أن نقول مدينة جدة، وهناك من يجيز ذلك من الباحثين، إلا أن الحقيقة أن الاسم العربي الصحيح الوارد في الكتب القديمة هو أن هذه المدينة تسمى جدة، جدة، وبهذا تختلف عن الجدة وعن الجدة بمعنى التجدد، فقد جاء في كتب اللغة الجدة ساحل بمكة وجدة لموضع بعينه، لذلك من أراد الدقة فليقل مدينة جدة. أيضا عندنا هناك بعض من يكتب لا يفرق بين الجنة بضم الجيم وبين الجنة بفتح الجيم، في حين أن هناك رغم هذا التقارب لأن الفرق هو الضمة هنا والفتحة هنا، إلا أن هناك فرق من حيث المعنى كبير. فلاحظوا أن الجنة هي الستر والغطاء، سواء كان غطاء المرأة أو غطاء الرجل، ولذلك إذا تسلح الرجل نقول سلاحه جنة له، كما أن الحجاب جنة للمرأة. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أي وقاية، لأنه يقي من الشهوات، ونجمع الجنة التي بمعنى الستر والوقاية على جنن. أما الجنة بفتح الجيم
فهي في الحقيقة في أصل استعمالها تطلق على الحديقة ذات النخل والشجر، وتطلق على البستان، ولذلك أطلقها الله سبحانه وتعالى على دار النعيم، النعيم بالنون، على دار النعيم في الآخرة ودار التنعيم في الآخرة والجمع جنان، أسأل الله لي ولكم الجنة. لذلك يجب أن يقال الجنة تحت أقدام الأمهات وليس الجنة تحت أقدام الأمهات، لأن الجنة بمعنى الوقاية والجنة هي دار النعيم. أسأل الله أن يبلغني وإياكم إياها. من الأخطاء الشائعة أيضا هو أننا نعبر بالهوية، الهوية بفتح الهاء، ونقصد بها بطاقة التعريف التي، فنقول عن بطاقة الأحوال المدنية نسميها الهوية الشخصية، والحقيقة أن هناك فرق بين الهوية بفتح الهاء وبين الهوية بضم الهاء. فالهوية هي البئر البعيدة القعر، لأنها هاوية، لأنها هاوية، لذلك يقال الهوية بفتح الهاء. وأما الهوية فإنها نسبة إلى هو، إلى هو، وهو بالضم، وهي بطاقة قال يثبت فيها اسم الشخص وجنسيته ومولده وعمله، ويقال الهوية الثقافية والهوية العربية. والصواب أن يقال الهوية الشخصية بضم الهاء وليست الهوية، لأن الهوية كما رأينا هي الهاوية، وهي الحفرة العميقة أو البئر بعيدة القعر كما رأيتم. لذلك يجب أن يقال هويتي، هويتي بضم الهاء. من الأخطاء الشائعة أيضا عدم التفريق بين الخطبة وبين الخطبة وبين الخطبة، ويحصل الخلط بينهما كثيرا، مع أن الفرق بينهما شاسع وإن وجد هذا التقارب في اللفظ، لأن الفارق هو كسر الخاء هنا وضم الخاء هنا، إلا أن الخطبة هي طلب المرأة للزواج، فإذا قال الرجل خطبت أو يوم الخميس القادم موعد خطبتي، أو يوم الجمعة القادم موعد خطبتي، فإنه يفهم منه أنه الموعد الذي سيتقدم لإحدى النساء ويطلب يدها للزواج. أما الخطبة فهي الكلام المنثور الذي يخاطب به المتكلم، يخاطب به المتكلم الفصيح جمعا من الناس. أما الخطبة بضم الخاء فهي الكلام المنثور الذي يخاطب به المتكلم الفصيح جمعا من الناس لإقناعهم، كقولنا أما الخطبة بضم الخاء فهي الكلام المنثور الذي يخاطب به المتكلم الفصيح جمعا من الناس لإقناعهم، وتجمع على خطب، كقولنا خطبة الجمعة، أي الخطبة التي يلقيها الإمام على المنبر في صلاة الجمعة. ولذلك لا يجوز أن تقول حضرت خطبة في المسجد النبوي، لأن الخطبة هي طلب الزواج، وإنما يجب أن تقول حضرت خطبة رائعة في المسجد النبوي. من الأخطاء الشائعة أيضا أن لا نفرق بين الفراسة والفراسة. لاحظ الفراسة بفتح الفاء والفراسة بكسر الفاء، هذا التقارب اللفظي كما ترون لا فرق بين اللفظتين إلا في فتح الفاء هنا وكسر الفاء هنا، ولكن هذا التقارب اللفظي يخفي خلفه بونا شاسعا وفرقا عظيما من حيث المعنى، لأن الفراسة المراد بها الفروسية، وهي الحذق بركوب الخيل وسياستها. لذلك يقال علموا أولادكم الفراسة، أي علموهم ركوب الخيل. أما الفراسة فهي المهارة التي يهبها الله سبحانه وتعالى
فهي المهارة التي يهبها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده المؤمنين، فيستطيع أن يعرف بواطن الأمور من ظواهرها. لذلك يقال فلان لديه فراسة، أي لديه مهارة في معرفة بواطن الأمور من ظواهرها. ولذلك ورد في الحديث: اتقوا فراسة المؤمن. وذلك لأن المؤمن يرى بنور الله، لذلك يجب أن يقال يتميز المؤمن بالفراسة، إذا كنا نقصد هذا المعنى، أي بالنظر الثاقب الذي يمكنه من استبطان الأمور. من الأخطاء الشائعة أيضا هو أننا نخلط بين المفصل بفتح الميم والمفصل بكسر الميم، ولا فرق بينهما إلا الفتح هنا والكسر هنا. لذلك نقول فلان أصيب بكسر في المفصل بكسر الميم، وهذا استعمال خاطئ، لأن المفصل هو اللسان. ولذلك قالت العرب: رب كلام بالمفصل، أي باللسان، أشد من كلام بالمقصل، أي بالسيف. لذلك المفصل هو اللسان، ولذلك إذا أصبح الإنسان ماهرا في الحديث يقال أوتي فصل الخطاب، فصل الخطاب. لذلك اللسان هو المفصل. أما إذا كنا نريد ملتقى عظمتين في الجسد فإنه يسمى مفصل، ويجمع على مفاصل، ويجمع على مفاصل. لذلك المفصل أو المفصل يختلف عن المفصل. المفصل هو اللسان، وأما المفصل أو المفصل فإنه يراد به ملتقى العظمتين في الجسد. ولذلك يجب أن يقول القائل: أصيب فلان بكسر في المفصل أو في المفصل، لا بأس. حديثنا عن فتح الميم وكسر الميم كما ترى. الخطأ الأخير ونكتفي به إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، هو أن هناك خلط واضح بين الفتحة وبين الفتح. فأما الفتحة فإنها إحدى العلامات، لذلك عندنا ضمة وفتحة وكسرة. لذلك حين نقول الفتحة فإننا نقصد بها العلامة الأصلية للنصب، وقد أخذت من فتح الفم، لأنك حين تنطق الفتحة وهي بعض الألف فتقول خاء خاء، فإنك تفتح فمك، ولذلك سميت فتحة. أما إذا كنت تريد الفجوة والفرجة في الشيء فإنها تسمى في اللغة العربية فتحة، وتجمع على فتح. لذلك كان الصواب أن يقال في الجدار فتحة ولا يقال في الجدار فتحة. نكتفي بهذا القدر في درس الأخطاء الشائعة، ونلتقي في درس جديد إن شاء الله تعالى.